وفي جانب تاني من الفكرة، ان انا عايزة اعرف الناس هتتصرف ازاي مع الحاجة المجانية اللي موجودة دي. يعني نفس فكرة الكردية، اول ما كانت موجودة فكان في ساعات بيبقى فيه اهدار وساعات حاجات تتكسر وكده، فنفس الفكرة انا عايزة احط لهم تلاجة وبتكفي مثلا احتياج اي حد جعان ومعدي، فاشوف هيتصرف معاها ازاي. فلو اتصرف معاها بشكل غلط انا ابدا اعمل توعية ليه، فهي حاجة سيكولوجي بس للناس. لا يعني معلش، ماجد جه قال لك احنا عايزين نعمل اكل ثلاجه فيها اكل مجاني، تمام، ايه الاسئله اللي جت في دماغك؟ من ناحية مفيش خالص. واحد جه قال لك فكره اكيد استنطقتيه، طب يعني وده يا ده، طب هنجيب الاكل الاكل منين، منين؟ الاكل يعني منين، الاسئله اللي انا هسالها دلوقتي اكيد جت في دماغك، طب ما الاكل تقولي لي. منين. ف ها دي اول حاجة جت في دماغي، فالاكل احنا بنجيب من مطاعم. عرضنا لهم الفكرة، في مطاعم وافقت، في مطاعم ما وافقتش. المطاعم اللي وافقت بدأت تدينا ده بشكل يومي مجاني، وجبات كلها من اول سندوتشات الفول والطعمية لحد وجبات لحوم وكده. كان في حاجات ظريفة جدا من المطاعم، يعني مثلا في يوم ما كانش في مطعم، يعني حد من المتطوعين ما راحش خد الاكل من المطعم اليوم ده، فلما راح اليوم اللي بعده فداله الضعف، قال له عشان انت جيتش امبارح. معوض اليوم اللي قبليه. طيب انتوا بالنسبه لكم ده اكل مجاني للمرضى او اهالي المرضى؟ اكيد الفقراء اللي اكيد جايين ويا مختار مسافرين الفقراء. وكده. والعمال او الامن اللي في القصر العيني، ومين كمان؟ من العمال والامن. طب ما هو حد يقول لي بقى في سوء استعمال للمشروع ده، يعني ممكن واحد يعني ما يكونش جعان وياخد اكل تمام. ولا ايه؟ يعني ادوني ملحوظاتكم كده. كان في سوء استعمال في الاول طبعا، لانه الناس مش متعوده ان هي تشوف منظر زي ده في الكليه، فكان في ناس مثلا بتفتح بتلاقي حاجات كتير فبتلم وتمشي، يعني هو بياخد اكتر من حاجته بكتير جدا. بس مع الوقت يعني، وده اللي احنا كنا عايزين نشوفه، التفاعل المجتمعي مع الموضوع، انه مثلا في واحد راح قال له لا انت ما ينفعش انك تعمل كده، الثلاجه دي مش مستهدفك انت لوحدك، انت المفروض انك ناس تاخد من بره المشروع يعني. الناس اللي احنا بنستهدفهم ان هم ياخدوا اكل من الثلاجه، من بره المشروع خالص تماما، راح بدا ان هو يقول للناس دي الثلاجه دي بتاعتكم، انتوا لازم تستغلوها بالطريقه الصح. بس في ناس تانية اللي هو بدا ان هو حتى بيجيب اكل من عنده من البيت ويجي يحطه في الثلاجه، لو في مثلا اكل اتبقى منه. الفكره انه اول يوم طبعا الموضوع كان مستغرب جدا، والناس ما كانتش عارفه ايه ده، وحتى كانت خايفه تفتح الثلاجه. مقلب مثلا حاجه. بالظبط كده، اللي هو هتفتح وتنتررررنتنتن بتاع، والموضوع سخيف جدا. بس بعد كده لما اتاكدوا ان الموضوع جد وكده، بدات الناس تتفاعل معاه بشكل احسن. اول يوم طبعا كان في زحمه كبيره جدا على الثلاجه، بعد كده الناس بدات تتعود على منظرها، وده اللي احنا كنا عايزينه، انه الفكره ان دي مش شيء جديد يعني. فبقى مثلا بيعدي عليها هو في طريقه العادي جدا، بيفتح الثلاجه يشوف لو هو محتاج اكل او حاجه وياخدها ويقفل تاني. طيب كلمني عن ده، ومين اللي بيجيب الحاجات وكده، يعني مين اكيد مقسمين مهام ولا ايه؟ هو الموضوع يعني ماجد عامله المجتمع ذات نفسه، ان ازاي البني ادمين العاديين في الشارع هيتعاملوا مع دوت. فلما بعد كده ماجد قرر يفتح ريكروتمنت جوه المشروع ذات نفسه، الناس بدات تيجي، وكان فكرته اي حد معدي في سكه مطعم فخلاص دي بقت مسؤوليته ان هو يجيب. يعني انا مثلا دلوقتي ساكن في مكان، وفي بيني المطعم بين بيتي وبين الكليه، فوانا معدي هروح اخد الاكل واحطه في الثلاجه. بس هو دي بيبقى الاكل موجود صورة من الصبح لحد بالليل، يعني تحط له الثلاجه في حاجه في حاجه. يعني اول يوم ده حصل زي هجوم على الثلاجه زي ما عبد الرحمن قال كده. ففكره ان الاكل بيجي على فترات قللت الضغط اللي بيحصل فجاه ده. يعني انا مثلا باجي الكليه الساعه 9 الصبح، فانا بجيب الاكل اللي انا بجيبه الساعه 9 ونص، في حد تاني بيجي الكليه الساعه 12 فيحط الاكل الساعه يعني 11. يعني هسالك سؤال، يعني لو اي واحد اهل مريض او واحد جاي يزوره، بالذات مش عايز اقول من الاقاليم، يعني هم الغلابه في العاصمه وفي الاطراف كمان، انما جاي ممكن يفتح الثلاجه وياخد حاجه محدش هيقول له حاجه نهائي. طيب لو اخد كتير حد هيقول له؟ وهنا في فكره، لا. بس فين مفتوح؟ فين مفتوح ده اول يوم بنروح ناخد من كل الاصناف، وبعدين ناكل على قد احتياجنا ولقينا بطننا اتملت ونرمي بقيه الاكل، وبعدين نروح تاني يوم نلاقي برضو البوفيه مفتوح، فاخد على قدي زياده شويه، تالت يوم اروح اخد على قدي بالظبط. هي نفس الفكره، اول يوم حصل هجوم، تاني يوم بدا الناس تدرك ان في اكل كل يوم، فبداوا ياخد تاني يوم ما ياخدش 4 سندوتشات، لا ياخد 3 بس،
وبعدين ثالث يوم بدا ياخد سندوتش واحد بس على قده بس. فالعمليه مشيت كده. اكل ببلاش مبادره قبل ما تكون عمليه على الاقل في الجزء الخاص بكليه القصر العيني، هي انسانيه بالدرجه الاولى. من طلبه حاسين ان عليهم دور مجتمعي، مش بس ان هم يتعلموا ويبقوا دكاتره قد الدنيا ومهندسين. مين في هندسه هنا؟ انا عمالك واحد بس في هندسه، اطباء وواحد من هندسه. انما كمان حاسين ان عندهم دور مجتمعي، عندهم افكار لازم يبتدوا يطبقوها. كل الشكر لمجهودكم ولفكركم ولنقائكم. القصر العيني، جامعه القاهره.